وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو جديد. في الفيديو غادي نشوفوا قال لك واحد المستشارة في نظام جمهورية الوهم والقياطن والعجاج اللي بدا الصراع بيناتهم. سبحان الله نفس العيش اللي ولاو عايشينه هما كاين حتى في النظام الجزائري، الصراع على المناصب. طلع جيل جديد دوك اللي محتاجين في تندوف حتى هما فاقوا، بغاو ياخذوا مناصب، بغاو يذوقوا من الفلوس ديال البترول صاحبي والغاز، فلوس ديال الشعب الجزائري. كيفاش هما ما ياكلوا شويه ولا ياكلوا غير الكبار؟ وحتى مقدم البرنامج كان مطور وقال ليها ملي تاسست هاد جبهه البوليزاريو من 73 نفس الوجوه نفس الكمامر اللي كانوا هما مازال. شنو ما عندكم الجيل الجديد؟ ما عندكم الشباب؟ ما عندكمش؟ قالت لي لا احنا ما كنستسلموش، احنا ما كنرجعوش للور. اقول ما كتقدوش بعدو على الفلوس ديال الشعب الجزائري، الله يخلف على الغاز الجزائري. هما يديروا الطوابير وانتم كلشي عندكم متوفر. اللي ما عندوش في نظام ديال جبهه البوليزاريو، وهذا اللي ما عندوش كتلقى عنده دار اولا فيلا في فرنسا اولا في اسبانيا، والاغلبيه ديالهم كاين في اسبانيا. هذا اللي ما عندوش عنده دار ولا فيلا في اسبانيا، ومول الخير ومول البلاد عنده الفياق مع الربعه ديال الصباح باش يدير الطوابير. وكان ذكي مقدم البرنامج ملي قال لها واش مازال حزب الله هو اللي كيدرب جبهه البوليزاريو. فهنا بقات كترنح المستشاره النانا. نخليكم مع الفيديو، نتمنى تفاعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. ماذا يحصل في مخيمات تندوف للنازحين الصحراويين، وما حقيقة الصراع داخل جبهة البوليزاريو، وماذا وراء بعض التسريبات وأخيرا تسريب لمسؤول قيادي في جبهة البوليزاريو يتحدث عن احتكار جيل كامل للمناصب؟ مصادر من داخل موريتانيا تتحدث عن تخوف سلطات هناك من موجة نزوح ممكن تأتي على خلفية التململ الحاصل في المخيمات، وكذلك ممكن عن مشاكل تندلع بين أفراد وعناصر في جبهة البوليزاريو تدفع المدنيين للنزوح إلى موريتانيا. حقيقة الوضع هنا مع حالة تكتم الإعلامي كبير وغياب الأخبار، لمعرفة آخر تطورات وقراءة في المشهد الصحراوي معنا السيدة نانا رشيد، مستشارة في الرئاسة في رئاسة الجمهورية الصحراوية. سيدة نانا أهلا بك. أهلا وسهلا. إذن مباشرة في صلب الموضوع، ماذا يحصل في مخيمات تندوف؟ والله هذا السؤال نوجهه لكم أنتم الذين تتابعوننا القراءات الإعلامية من طرف واحد. نحن لا يحدث عندنا إلا ما هو حادث منذ مدة، وهو أن مخيمات اللاجئين الصحراويين تضم مجموعة كبيرة هائلة وبشرية من اللاجئين الصحراويين الذين ينتظرون أن تمكينهم من حقهم من تقرير المصير والعودة إلى بلدهم مستقل وحر، وأيضا الاهتمام في بناء المؤسسات الدولة الصحراوية، وهناك أيضا الجانب العسكري. طيب هذا الذي يشغلنا. طيب نبقى في الذي يشغلكم وايضا يشغل النازح الصحراوي المقيم في المخيمات. حديث عن غياب خدمات، حديث عن غياب ايضا ظروف حياة كريمة، وخاصة ظروف معيشية كريمة. يعني كانت كل الاخبار هذه غير صحيحة، يعني نحن لا نتحدث من فراغ، هذه تقارير وكالات ومصادر اعلامية دولية. لا الدولية لأنها تحمل صفة دولة معينة هذا الشيء، لكن هل هي دقيقة وموضوعية ومحايدة؟ هذا ما علينا بحثه. يعني في الحقيقة ما التقارير مختلفة، والهيئات والمنظمات الدولية المعروفة تعمل في المخيمات وتقاريرها، وتعمل أيضا في المناطق المحتلة مثل بعض المنظمات الحقوقية، وليس وتقاريرها ليست مثل ما تتحدثون عنه. علينا أيضا أن نعرف أو نتفق على ما معنى الكرامة. هل هي عدم تمكين الشعب من أرضه، إعاقة حقه في تقرير المصير، أم هي المأكل والمشرب والرفاهية وغيرها؟ وهذه الأشياء حتى وإن كانت أساسيات لكن لا يمكن الحديث عنها في مخيمات للاجئين، أيا كانوا هؤلاء اللاجئين وأيا كانت هذه المخيمات. الرفاهية والاستقرار شيء غير منافي، شيء منافي جدا لوجود المخيم والنزوح واللجوء. مجرد أن يلجأ المرء عن بلده، مجرد أن يخرج من بلده سيتعرض لكل الأشياء الصعبة، سيكون طبعا في وضع صعب. ومع ذلك مثل البوليساريو والدولة الصحراوية
تشرف على خدمات المواطن الصحراوي من صحة وتعليم وخدمات وغيرها، ولا يوجد أي انتكاسة في هذا الموضوع، والدولة الصحراوية قائمة منذ أكثر من 47 سنة، وبالتالي الحديث الآن عن هشاشة في هذا الموضوع لا أعتقد أنها موضوعية في هذا الوقت. طيب نذهب إلى جبهة البوليزاريو، وصلت إلى جبهة البوليزاريو، تصريح لأحد القيادات التاريخية في الجبهة، وكان يعني يتولى مناصب متقدمة، والآن وزير الخارجية والمهاجرين، وأيضا كان وزيرا للداخلية، تحدث عن احتكار جيل كامل للمسؤولية في جبهة البوليزاريو. تعليقك. أول شيء، لا يجب أن يستقطع حديث أيا كان لأي مسؤول كان أو لأي شخص كان من سياقه ومن مقدماته وخواتمه، هذا من جهة. لا يمكن أن قراءة ويل الآية بويل للمصلين، لا يمكن أن تكون سليمة إلا إذا استكملت وقيل الذين هم عن صلاتهم ساهون، صدق الله العظيم. وبالتالي حديث الوزير جاء في سياق معين، رغم أني قد لا أتفق معه في كل ما جاء به، ولكن هل يمكن مثلا، هل يعقل أن تقام تقارير أو أن تفرد لها مساحات إعلامية كبيرة؟ نعرف من يروجها من قبيل أنها نهاية البوليساريو وتصدع الجبهة، لمجرد أن حديثا لأحد قياداتها يعني أخرج. لم يكن الحديث الأول على فكرة سيدة نانا بعد إذنك، لم يكن الحديث الأول يعني. قد دعنا نتفق على أنه لم يكن موفقا في حديثه مثلا أو غيره، هذه أحاديث إعلامية، قد لا يكون المرء موفقا في التعبير عن رأيه، ولكنها لا تعكس أبدا حالة التصدع ولا حالة الشاشة. أنا لا أقول هذا لأنني من جبهة البوليساريو أو بأنني لا أقبل القول فيها بهذا الشكل، ولكن الحقيقة بعيدة كل البعد، ما يجمع الصحراويين في تمثيلهم في كون جبهة البوليساريو تمثلهم أكبر من أن يأتي به تقرير يتحدث عن تصدع صفهم لمجرد أن وزيرا تحدث عن احتكار جيل أو آخر. والحديث أيضا مردود عليه، حتى إذا كان الوزير تحدث عن احتكار جيل للمناصب المعينة، فالحديث غير قابل أصلا للاستفادة فيه، لأن المناصب في حد ذاتها هي مهام، وهي يعني مسؤوليات دورية ومسؤوليات تجاه القضية أكثر. طيب بعد إذنك سيدة نانا، بعد إذنك تتحدثين عن أكثر من 4 عقود لجبهة البوليزاريو، نعم، يعني نفس الوجوه، 4 عقود تقريبا نفس الوجوه، يعني عن أي؟ نعم، لأن الثوار لا يستقيلون ولا يتراجعون ولا ينتهون إلا بالنصر أو الشهادة. نحن نتحدث عن حركة تحرير، ولا نتحدث عن حزب سياسي يقود دولة في حالة استقرار أو في حالة استثنائية. نحن لا يمكن أن نسقط كل المفاهيم السياسية على حركة تحرير، هي آخر حركات التحرير في إفريقيا، ولك أن تدرس تاريخ حركات التحرير في العالم كله لكي تعرف كيف يتولون المناصب وكيف يتبادلون الأدوار. هؤلاء الثوار وهؤلاء قادوا مشروعا، الحديث عن استبدالهم وكأن الأمر متاح أمر غير وارد في قراءة المشهد الصحراوي، وإن كان يعني تواصل الأجيال مسألة ضرورية ويأتي بشكل طبيعي. الحديث عن المناصب أو الرفاهية في المخيمات مسألة. طيب أنا بعد إذنك في هذه النقطة، لأن مهمة سيدة دانا مستشارة في الرئاسة الجمهورية الصحراوية، قلت بأن المناصب والتداول، هذا التداول جاء شيء طبيعي، ولكن عمليا هذا غير ملاحظ وغير موجود في جبهة البوليزاريو، والمسألة لا علاقة لها بالمهام الثورية. يعني أنت لم تنجح في مهامك الثورية لأربعين سنة، ماذا بقيت تعمل يعني؟ طيب يمكنك أن تعمم قولك هذا على الكثير من الشعوب التي تقاوم، ولك بالشعب الفلسطيني مثلا أسوة، وماذا أفاد الشعب الفلسطيني تداوله وانقساماته وحركاته المتعددة في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي مثلا؟ أنا قلت بأن المفاهيم السياسية والمفاهيم المستعملة لا يمكن إسقاطها حرفيا على كل الحالات. الجبهة البوليساريو حركة تحرير ثورية، والثوار والذين ينشئون مشروعا تحرريا لا يستقيلون بكل بساطة ولا يتراجعون إلا إذا استشهدوا أو انتصروا، هذه هي القاعدة. لكن ذلك لا يعني
أن أشخاصا معينين هم من يتولون إدارة المشهد البوليساريو، مجموعة من القيادات التي تأتي بشرعية يعني واضحة في المؤتمر الشعبي العام الذي ينتخب قياداته، وهي مجموعة مشكلة من كل الأعمار ومن الجنسين أيضا من النساء والرجال. قلت بأن التقارير الغير محايدة والتي تتحدث عن تفتع البوليساريو آن لها أن تنتهي أن تستيقظ من هذا الحلم، ومنذ 50 سنة أو ما نقارب 50 سنة وهو حلم أن تتفكك البوليساريو وتتصدع يراود المناوئين. طيب أختم معك عفوا سيدة أنانا، أنت كنت يعني لا تتعاطين مع كل التقارير وتعتبرها بأنها مغرضة وغير صحيحة، ولكن أيضا هناك تقارير، يعني فقط أن أنتهز فرصة وجودك معنا، تقارير تحدثت عن وجود خبراء من حزب الله اللبناني والحرس الثوري في داخل صفوف جبهة البوليساريو من أجل تكوين وتدريب عناصر الجبهة، ما دقة هذه الأخبار؟ أعود بك أيضا إلى مصدر هذا التقرير، مع أننا نحن لا نطعن في مصداقية أي أحد ولا نتحدث عن أي فصيل سياسي ولا عن أي دولة سياسية، وهروبنا أو نفينا لأي أو يعني نفينا لأي علاقة لا يعني الطعن في 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 مصداقية أو شرعية أي فصيل سياسي أو أي دولة أو أي تنظيم، ولكن المصدر في كل هذا هو الاحتلال المغربي والذي يحاول مغازلة أمريكا من خلال يعني معارضته للنظام الإيراني، يعني صورة واضحة جدا بشكل جلي. والمغرب مهتم جدا بأن تتصدى علاقاتنا مع الدولية، وبالتالي هو دائما يبحث عن هذه مثل هذه الساقطات وإلصاقها بالشعب الصحراوي، مع أن العلاقة بالإخوان اللبنانيين أو بالإخوان العرب أو بكل الشعوب وكل الدول ليست جريمة. ومع ذلك أؤكد لك بأن الخبراء أيضا ليس صحيحا، وأنه قد مرت 5 سنوات إلى الآن والدعاية المغربية تلوكه بشكل أو بآخر. طيب أشكرك سيدة نانا رشيد، مستشارة في الرئاسة في رئاسة الجمهورية الصحراوية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد ودائما مغرب.